الان لانتظار دورنا لركوب التلفريك الساعه احنا نشوفها الساعه 13 ودقيقه، دورنا ب 13 و13 دقيقه، يعني بالدقائق تحجزها التذكره وتنتظر دورك. هنا لوحه توضيحيه، هنا عندك 5752 متر طول التلفريك، هذا رقم 10 اللي نشوفه. خلال 10 اشهر تم نصب اطول تلفريك في العالم فوق وادي بورودان في داتيف. قبل عدة سنوات نظموا مسابقة القفز بالمظلات من هذا التلفريك، يتوقف طبعا التلفريك في اعلى نقطة على ارتفاع 350 متر ويفتحون الابواب والمتسابقين يقفزون، وسموها قفز البيس، اكيد مر عليكم قفز البيس، والقفز من الاماكن العالية المرتفعة. تستغرق الرحلة 12 دقيقة من هذه المحطة للمحطة الاخيرة، اخر محطة طبعا موجود فيها دير داتيف، دير القرون الوسطى، موقع بديع. Ուրախ ենք ողջունենցես Դաթևեր ճոպանուղին, որը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղի։ Мы рады приветствовать вас на самой длинной в мире реверсивной канатной дороге Крылья Татева. В 2010 году К сведению наших пассажиров, канатная дорога была построена в 2010 году в рамках проекта «Возрождение Татева». Ее протяженность 5752 метра, самая высокая точка над землей 320 метров, а средняя скорость 36 км в час. This road, one of our meetings with celebrated medieval monks, was constructed in 2010 as part of the Tatev Revival Project. احنا هذا الطريق اللي امامنا المتعرج، شوف المتموج هو اللي قلنا، اما تصعد بالتلفريك توصل الى دير داتيف او تستمر بالسياره في هذا الطريق المتعرج. هذا هو نهر بورودان الذي يجري في الوادي. اذا نشاهد السيارات المتوقفه هناك، هذا هو جسر الشيطان. أمامنا نشوف نشاهد أمامنا دير داتيف اللي نحن متوجهين إليه الآن. Ձախից արդեն երևում է Տաթևի բանկի Սուրբ Պողոս Պետրոս տաճարի գմբեթը։ Շնորհակալություն Տաթևի Տևեր ճոպանուղու ծառայությունից օգտվելու համար։ Հիշեցնենք, որ տոմսատաճարքի ամբողջ շարժումը Տաթևի բանական համալիրի վերածննդը։ Наш полет подходит к концу. Слева уже видим купол кафедры. Peut-être à l'inverse aussi, hein, si tu peux emmener l'Aster. Peut-être. Ah, c'est le mec souriant. Rad el Meshoua bin Tabar al Aouda et la al Mahatta al Oula. وصلنا إلى المحطة الثانية، رجلنا من تلفريك داتيف بعد رحلة استغرقت 12 دقيقة مع أطول تلفريك في العالم.
هذه المحطة اللي ترجلنا بها، الآن سنتوجه إلى دير داتيبا. هذا دير داتيب، ويوجد فيه أيضا الصولوجان المتأرجح، إن شاء الله نقترب منه ونصوره لكم. وأيضا عندنا تقرير مفصل عن هذا الدير على اليوتيوب. شاهد الهندسة المعمارية قبل عدة قرون كيف كانت، كيف صمدت هذه الكنيسة لعدة قرون. اليوم صراحة خالفنا الخط حتى نزور دير داتيب، وركبنا أطول تلفريك في العالم بعد رحلة استغرقت 6 ساعات. خالفني الحظ أكثر أنني واقف الآن أمام الدعامة أو الصولوجان المتأرجح. لكي تعرف ما هو الصولوجان المتأرجح، ادخل على قناتنا، قناة أرارات للسياحة على اليوتيوب، عندنا تقرير مفصل عن هذا الصولوجان وعن هذا الموقع، وإن شاء الله سأنشره، أعيد نشر التقرير على الفيسبوك لكي يتسنى لكم أن تتطلعوا على الخفايا وأسرار دير داتيب. هذه هي الدعامة المتأرجحة أو الصولوجان المتأرجح. فشي مختصر عن هذا الصولوجان. الصولوجان هو العصا الذي يمسكه الكهنة، الكهنة الموجودين في الديانة المسيحية وخصوصا الطائفة الأرثوذكسية. هذا الصولجان كان يتأرجح تلقائيا عند حدوث غزوات على هذه المنطقة، حيث غزت هذه المنطقة الجيوش من مختلف الجهات، السلاجقة والتتر والأتراك، وتم حرق آلاف المخطوطات في هذا المكان، وتم تهريب المخطوطات الأخرى وأخفيت في أماكن آمنة. كل هذه المعلومات ستجدونه في تقريرنا الذي نشر على اليوتيوب. Thank you.